بهدف إكساب أطفال وطلبة المدارس من أبناء الرعاية مهارات متنوعة خلال العطلة الصيفية الحالية، نظمت العديد من الكنائس الرسولية في المملكة برامج ترفيهية مفيدة للطلبة. فقد أقامت كنيسة القديس جوارجيوس للروم الكاثوليك في بلدة أدر بمحافظة الكرك مخيمها الصيفي السنوي، والذي جاء هذا العام بعنوان أعطني ذاتك، بمشاركة 70 طالبا وطالبة من مختلف الأعمار. واشتمل المخيم الذي نظمته مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم السماق على العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، إضافة إلى ألعاب مائية ورياضية مختلفة. حقيقة الشبيب حب يكون هذا الاسم حتى أن نقدم ذاتنا لربنا هذه الأيام اللي هو بحاجة إلنا كإنسان أن نتقرب منه حتى أنه يعطينا هو نعمته يعطينا بركته. الكنيسة هي ملجأ أو تنسمي الكنيسة هي البيت الحاضن لكل أطفالنا ولكل شبابنا وصبايانا وخاصة في الصيفية. وشكرا لنورسات ولكل القائمين على نورسات. إحنا مجموعة كشافة مطرانية الروم الكاثوليك شاركنا كقيادة وكفرقة متقدم تنظيم تحديات ميدان المغامرة اللي شفتوها وألعاب مائية لهاي الفئة. كثير انبسطنا انه بلشوا بتنظيم هيك مخيمات في الرعيه، وبنتمنى يتابعوا بهذه المخيمات والنشاطات ونشاطات الشبابيه. وفي الفحيص اقامت كنيسه الروم الملكيين الكاثوليك وللسنه الثالثه مخيما صيفيا بعنوان الرب رعيه، شارك به حوالي 150 طفلا من ابناء الرعيه، حيث اشتمل هذا المخيم الذي استمر لاربعه ايام على أنشطة ترفيهية وثقافية وعلمية وروحية. نعمل نحن الكنيسة دوما بالتعاون مع الأطفال، مع الشبيب الكبار، الشبيب الكبار تعون الكنيسة هم اللي بيعملوا هالمخيم. نحن اليوم موجودين بمخيم شبيبة الكاثوليك الفحاص، المخيم السنوي بنعمل كل سنة، بتشرف عليه على الأغلب شبيبتنا شبيبة الشباب الثانوية والعاملة والجامعية كمان. بيكون فيه فقرات مختلفة، منها التنشيط، منها التراتيل، منها الألعاب، الفنون، العلوم، وكل إشي ممكن يخطر في بالكم. وأكيد فيه فيهم اللقاء الديني المعتاد. إحنا كتير مبسوطين بالمخيم عشان المسؤولين عملوا لنا المخيم، وحبينا كتير نشكرهم. بشكر المسؤولين إنه عملوا لنا هيك مخيم، شجعونا نيجي على كنيستنا وعلى شبيبتنا. بدنا نحكي لأولاد الصغار إنه كيف ما حكى يسوع دعوا الأطفال يأتون إلي. حابين نحكي لكل الأطفال اللي يجوا علينا. كتير مبسوطة لأني كل الخدام اللي معنا هم شباب، لكن عندهم حماس وعندهم طاقة بدهم يدوا بكل الطرق، فهي إشي مشجع، إشي بيخلي الواحد يدي كل اللي عنده علشان الحياة المسيحية تنمو في هؤلاء الشباب. وفي عمان نظمت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك في أم السماق مخيما صيفيا بعنوان يسوع يحبنا، حيث احتوى المخيم الذي استمر 5 أيام وشارك به 180 طفلا من أبناء الرعية على تعاليم دينية وتجارب علمية ومحطات ترفيهية وإرشادات صحية. الهدف من المخيم أول شيء تجميع الأطفال الرعية، بناء صداقة وعلاقات بين أطفال الرعية بين أهليهم، وعمل نوع من التواصل معهم، لأن الرعية رعية المطرانية كبيرة وممتدة، فبحاجة دائما لأنه نبتكر أشياء لأنه يصير في تواصل. فكان هدفنا من هذا المخيم أنه نعلم الأطفال والشباب إنه حبنا للمسيح هو بخدمة الكنيسة، بفعاليتنا بالكنيسة، ما نكون جايين بالكنيسة فقط للصلاة لإيمان موروث، إنه فقط نكون قاعدين نسمع الإنجيل وهينا خلصنا وطلعنا أو نتناول ونطلع، بالعكس إحنا نكون فعالين بالكنيسة وفعالين بخدمتها للكنيسة. ومن الخدمات هي الحركة الكشفية، طبعا بتعلم الكشاف قديش إنه يكون موجود في الكنيسة فعال، وبعطوا صورة جيدة للأطفال وللكبار إنه الكشاف هو موجود في الكنيسة لخدمة الكنيسة وخدمة الرب. تعلمت عن يسوع وتعلمت عن الصحة وتعلمت كيف أطبخ وتعلمت، وعطونا إشي قصص عن الدين وكتير إشياء، وكتير حلو كان المخيم.
وبنصح كل حدا إنه يجي على هذا المخيم لأنه كتير حلو، وبشكر كل قيادة المخيم اللي تعبوا عشان يسووا هذا. عم نتعلم أكتر إشياء دينية، عم بعرف عن الكنيسة، عم بعرف عن سيدنا يسوع المسيح، بالإضافة لألعاب ترفيهية، ألعاب مائية، ألعاب تحديات، أشغال يدوية وفقرات متنوعة. في هذا المخيم عندنا محطات، واحدة من المحطات كانت محطة الصحة. تحدثنا مع الأطفال عن الغذاء الصحي والغذاء الغير صحي، وكيف الطفل ينقي أكله إذا كان هو في مكان هو ما بيعرف إيش فيه، وحكينا كيف يفرق بين الأكل السليم والغير سليم، وإيش الأكل السليم بيفيده في جسمه للنمو تبعه ولأشياء كثيرة. ولعبناهم ألعاب على هذا الأساس حتى تركز هاي المعلومات في رأسهم.